مادام انك مخلوق في هذه الارض هذه الا عندك واحد البصمه غادي تخليها في الدنيا وغادي تغادرها. بنهدس جسد ضعيف اللي غيدير واحد الحاجه اللي هي كلشي كيعتبرها مستحيل فانا ردها ممكنه. كان عندي واحد الحلم اللي هو منذ الصغر كان ديما محطوط في الميموار، كان هو انني نكون عداء بطل من الابطال العالم في العدو الريفي بالخصوص في المسافه ديال 1500 متر. اي كومبيتيسيون سواء عبر الجهه او عبر الوطن الا كنكون انا واحد منهم مشارك فيها. في 2004 شهر 4 بالضبط كنقولوا قريب لي زيكزان او الامتحان الوطني ديال البكالوريا، تما كانت عاوتاني جات واحد لا كومبيتيسيون ديال 8000 متر مشيت لعبتها. الغد ليه كنحس بواحد الم طفيف في الركبه ديالي ديال الرجل اليسريه ديالي. كنت دوز ليكزامان واخا في ديك الحاله الحمد لله كانت خرجت ريزولتا افيك سوكسي، ولكن ديك الفرحه ما كملاتش. شريت انني نمشي عند طبيب ديال العظام، قالوا لي عندك كونسير تقطع الرجل. شنو هو الحلم ديالي؟ كنحلم انني نكون عداء، كنشوف الحاضر بان الرجل مريضه دونك فيها واحد الخليه سرطانيه. ما حليت عينيا لقيت ربعه العشيه حليت لقيت بان ولو نقطه دم بقات الرجل مشات. كنقول انا الدراسه الوحيده اللي حاليا اللي كنفكر فيها باقى لي الطريق ديالها. دخلت الميدان العمل اللي لقيت عاوتاني مشاكل اخرى، انه ملي كتبغي دوز لونتروتيان كيشوفك اونديكابي بالعكاكس ديالك، يعني كيربطوا ديك الرابط ديال انك اونديكابي ديريكتومون ما عندكش موهبه او غير مؤهل. فهي هنا اللي جات فكره توكل. كنشوف سلبيات كثيره، لا راه ما غاتقدرش لانك حنا اللي برجلينا وبصحتنا وما قدرناش. فكنت ضربت واحد المده ديال 3 سوايع عييت، يعني ما نكذبش عليك حتى من ناحيه شويه تحطيما نفسيا كان، ولكن في نفس الوقت تقول لا راه خصني نتحدى. حتى كنلقى واحد انرجي بوزيتيف من واحد الاجنبي، الكلمه الاخيره قال لي سير غادي تقدر. حسيت بواحد الفخر كبير بزاف، وناس اللي كانوا ما قدروش يطلعوا جاوا اعترفوا لي تما قال لي راه شوف راه بسببك باش طلعنا. مشيت كنقلب على قمم اخرى، حفزنا ناس اللي هما كانوا كيفكروا بان الحياه ديما سلبيه وديما ظلمه. من 2015 الى يومنا هذا صدقنا درنا 12 قمه في المغرب، ووحده اللي كنت كنحلم بها بزاف 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 اللي هي اعلى قمه في افريقيا اللي هو كليمانجارو، تحققت عن طريق اوريكا ادفنتشر. طلعنا كنا دوزنا واحد 5 ايام اللي هي رائعه مستمتعه، كنضحكوا ونشطوا حتى وصلنا لواحد العلو ديال 4700، وتماك اللي كان التحدي صعيب 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 بزاف. هذاك هو اللي عشتو ديال المساله ديال قله الاكسجين.